فيما يخص الدور الذي تحدثت عنه فيما يخص عن إيران، احنا المملكة المغربية حاليا يعني راه كاين نهج ديال السياسه ديال مع الجاره الجزائر ديالنا، سياسه اليد الممدوده معروفه وفي ظل الاحترام ديال هذه، وكنشوفوا على ان المنطقه ديال الساحل راه كتشكل خطر، وكنشوفوا على ان بوليزاريو كتشكل خطر. كنتحدثوا من الناحيه الامنيه، علما ان راه يعني الجبهه ديال الانفصاليه ديال بوليزاريو عندها يعني التقارير ولوحظه وأصبح شيء معروف على أنها عندها صلة بحزب الله اللبناني الذي هو أحد أدروع ديال إيران، وهذا يعني شيء وجب ذكره وجب الحديث عنه. كما أنه كما أن المملكة المغربية المكتب المركزي للأبحاث القضائية 2017 في إطار مجهودات المبذولة في إطار التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية تم إيقاف أحد الممولين من الممول الكبار من حزب الله اللبناني اللي هو محمد قاسم تاج الدين، اللي هو الممول ديال حزب الله، وهذا لأن كان صادر عليه واحد مذكرة بحث من طرف أمر دولي القبض من طرف السلطات الأمريكية الانتماء دياله من أجل تمويل الإرهاب ومن أجل انتماء جماعة إرهابية.